بسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد آمين. الإصحاح الأول من سفر طوبيا، بركته على جميعنا آمين. نقرأ أول 6 آيات. كان طوبيا وهو من سبط ومدينة نفتالي التي في الجليل الأعلى فوق نحشون وراء الطريق الآخذ غربا وإلى يسارها مدينة سفت. قد جلي في عهد شلمنصر ملك أشور، إلا أنه مع كونه في الجلاء لم يفارق سبيل الحق، حتى كان كل ما يتيسر له يقسمه كل يوم على من جلي معه من إخوانه الذين من جنسه. ومع أنه كان أحدث الجميع في سبط نفتالي لم يكن على شيء من شؤون الأحداث، وكان إذا قصدوا كلهم عقول الذهب الذي عملها يربعام ملك إسرائيل يتخلف وحده عن سائرهم فيمضي إلى أورشليم إلى هيكل الرب، وهناك كان يسجد للرب إله إسرائيل ويوفي جميع بواكيره وأعشاره مجدا للثالوث الأقدس إلهنا دائما أبديا آمين. في الآيات التي تروي لنا قصة طوبيا الكبير أي طوبيا الأب، وهي تبدأ أول سفر طوبيا عن شخصية بارة تقية عظيمة جدا، فهذا البار تمسك جدا وتعرض إلى مخاطر وصعوبات شديدة للغاية، لكن كان يذهب إلى بيت الله وهيكل الله ولم يفعل في سن شبابه ما يفعله الشباب في سنه. فكان هذا الأب طوبيا، أو كما نسميه طوبيت، كان هذا بار وتقي جدا في زمن لا يعرف التقوى، فكل محيط به في سبي أشور كان عبارة عن عباد للأوثان يطغون لأنهم المسيطرون ويفرضون عبادة الأصنام أحيانا كثيرة. وأن يعيش إنسان تقي في زمن عدم التقوى، أو يعيش إنسان في بر الله في أوان عدم وجود أبرار، مسألة جديرة جدا بالذكر والتفكير والتفسير. أما أن صفات هذا الرجل كانت صفات كل إنسان بار، لا يوجد بار في كل التاريخ ليست فيه صفات مثل صفات طوبيا، فهو قديس استحق أن يشاهد ويتعامل مع الملاك روفائيل، فهو إنسان صاحب مواصفات خاصة جدا. وإن كان هناك أسرار في حياته كإنسان تقي، فهي الأسرار التي تلزمني وتلزمكم. وإن كان هناك بعض التفاسير والاختلافات والأسفار القانونية والأسفار محذوفة، أمور لاهوتية، إنما نتمسك بما بين أيدينا من الكتاب المقدس بكل أسفاره القانونية الثانية، كما باقي الأسفار الأساسية هي سر قوة لنا، التمسك بالوصايا، التمسك بكل ما هو حق، كل ما هو جليل، كل ما هو عادل، كل ما هو مسر، إن كان فضيلة وإن كان مدح ففي هذا نفتكر. عايز أتكلم بعنوان أسرار طوبيا البار، أسرار طوبيا البار. هقول أول كلمة بداية حياته،
بداية حياته. أول الأمور هو سفر طوبيا نفسه. يا ترى سفر طوبيا مين اللي كتبه؟ في إصحاح 12 في إشارة إن اللي كتبه هما الاتنين، طوبيا الأب اللي بنسميه طوبيت وطوبيا الابن، الاتنين كتبوا. ويرجح إن اللي كتب أكتر الأحداث هو الابن الشاب طوبيا اللي اتجوز سارة بنت رعوئيل بعد ما كان كل أزواجها بيموتوا. لكن إن كانوا دولت اللي كتبوا السفر، فهو اتكتب يا ترى في أي الأماكن وبأي هدف؟ عارفين إن موقع سفر طوبيا هو بعد سفر عزرا ونحمية على طول، يعني أول ما يخلص سفر نحمية نروح ماسكين في سفر إيه؟ طوبيا. أما مكان كتابته فبلاد بين النهرين، المقصود بها العراق وإيران، فكتب في المنطقة دي. بعض الناس من المفسرين قالوا اتكتب في أيام السبي، وبعض الناس قالوا لا بعد السبي بشوية، إنما زمن كتابته غالبا سنة 612 قبل الميلاد، 612 قبل الميلاد، يعني في القرن السابع قبل الميلاد. اتكتب بهدف تقوية عزيمة اليهود اللي موجودين في سبي أشور. طب ليه؟ لأن بصراحة شديدة ما أسهل إن الإنسان يتكلم عن استسهال الخطية طالما حوالين منه أعذار. فناس موجودين في أرض سبي، ناس موجودين حواليهم الديانة الوثنية هي الأساس في الحياة، فيصعب جدا على إنسان إنه يعيش بار في وسط ناس تستحق الطوفان. مسألة صعبة جدا، فمحتاجين كلمة تشجيع، محتاجين مثل وقدوة حية وملموسة مش تأملات. فكان ده إنسان مختبر هو وابنه، وصحيح شافوا المرار. السفر كله بيحكي عن قصتين، عن بيتين، بيت وعائلة طوبيا اللي خلف ولد سماه على اسمه، وفي نفس الوقت بيحكي عن بيت رعوئيل اللي كان ليه بنت اسمها سارة، ودي غالبا كان الشيطان أزيها وكل أزواجها في ليلة الدخلة بيتوفوا، فكانت هي عندها حظ سيء جدا، ولكن لم يكن حظا إنما كان ترتيب إلهي مقصود علشان تتزوج بطوبيا الشاب الصغير الابن، لأنه تقي ولأن هي كمان كانت إنسانة تعرف ربنا وتستحق تقوى هذا الإنسان. طوبيا كلمة معناها الله طيب. والصراحة إن كان هذا الشخص نفسه كان رجل طيب بمعنى الكلمة، مش بالمعنى الدارج بتاعنا اليومين دول الطيب بيقولوا عليه عبيط، لا، بمعنى طيب يعني قلبه أبيض، ويسهل جدا على الإنسان اللي قلبه أبيض إن هو يسامح، إنه يغفر، إنه يبقى متواضع. ده إحنا لو ما فيش في السماء أو ما فيش للسماء أسباب وصفات في إنسان غير الثلاث صفات اللي قلتهم دول، يبقى دول كفاية أو نعيش بيهم ونتعلم من طوبيا هذا الرجل الطيب البار قد إيه عاش بيهم. فكان الكلام محتاج تعزية فعلا. وبعد خراب مدينة نينوى وسقوطها اتكتب سفر طوبيا بيد الاثنين مع بعض، طوبيا الأب وطوبيا الابن، ويغلب إن الابن كتب أكتر الأخبار. أرجع تاني وأقول هو من سبط، وكلمة سبط كلمة في اللغة العبرية بينطقوها شبط،
شبط يعني فرع شجرة، فرع شجرة، حد من العيلة يعني. كان طوبيا، وطوبيا ده كان ابن واحد اسمه حنانئيل، وحنانئيل دي معناها حنان الله، دي سهلة خالص. ابن حنانئيل ابن عدوئيل ابن جبعئيل من نسل عسائيل من سبط نفتالي. بس خدوا بالكم دي مش أسماء كده وخلاص، حنانئيل يعني حنان الله. اللي بعده عدوئيل معناها الزينة لله، يعني ربنا هيلمع كده ويبرق في حياته. اللي بعده جبعئيل معناه مكافئة الله. صفر طوبيا لو هنلخصه في عبارة واحدة، ضيقات بعديها أفراح على طول، يعني بعديها مكافأة. ربنا منسيش المكافأة، لا، إدى المكافأة للبيتين اللي موجودين في سفر الرؤيا بكل تأكيد. وعسائيل دي معناها عمل الله، ودولت كلهم من سبط نفتالي. وبيقول كده الكتاب كان طوبيا وهو راجل تقي عاش في السبي الأشوري في نينوى عاصمة أشور، ومتمسك بتقواه وأعمال الرحمة. سمى ابنه نفس الاسم بالظبط. بس طبعا الأسبوع اللي فات قناة سي تي في جابت القصة بتاعت طوبيا، وكانت لطيفة جدا، أتمنى تكونوا كنت شفتوها. بس كان دايما ينطقوا اسم الأب توبيت، ما يقولوش إيه طوبيا، عشان يفرقوا للناس، عشان الاتنين بنفس الاسم. لكن أنا عايز أقول لكم ما نفرقش. طب ما نفرقش ليه؟ إحنا عندنا في سفر طوبيا 3 شخصيات مقصودين بكل تفاصيلهم. طوبيا الأب سمى ابنه طوبيا برضه، والملاك رفائيل، دول أعظم إيه ما في القصة كلها والسفر كله. طيب ليه الاتنين اسمهم واحد والملاك رفائيل دخل في السكة ليه؟ أقول لكم الاتنين على مثال الآب والابن، فالاتنين لازم يبقوا نفس الاسم علشان الأقنومين إيه؟ مساوين لبعضهم تماما. عشان كده جه الاسم بتاع الابن مساوي لاسم الأب، يبقى ده طوبيا وده طوبيا. الملاك رفائيل رمز للروح القدس في سفر طوبيا. تقول لي ليه يعني؟ أقول مين اللي ودى طوبيا الشاب التقي علشان يتزوج من سارة بنت رعوئيل الشابة التقية؟ سارة بنت رعوئيل رمز للكنيسة، فالكنيسة مين اللي بيودي الجسد؟ مين جسد المسيح؟ الكنيسة، مش كده؟ هو المسيح نفسه أخذ جسد، والمسيح بقى هو والكنيسة إيه؟ جسد واحد. فالشاب طوبيا اتجوز بسارة اللي هي رمز للكنيسة، وبقوا الاتنين واحد على مثال الكنيسة والمسيح، ثابتين في بعضهم إلى الأبد. فما كانتش شخصيات عمالة تعدي في السفر وخلاص ونقراها ونتسلى ولا تعجب مدارس الأحد، لا، دي حاجات مقصودة بروح الله القدس. كان طوبيا وهو من سبط ومدينة نفتالي. مدينة نفتالي دي قرية اليومين دول اسمها قرية قديس في الأيام اللي احنا فيها دي، اللي منكم يروح القدس هيلاقيها اسمها كده، قرية قديس، التي في الجليل. الجليل كلمة معناها دائرة، بس طبعا في البشارة وشهر كياك الدائرة دي أصبح محور ارتكازها هو رب المجد يسوع المسيح نفسه. في الجليل الأعلى يعني في الشمال فوق نحشون. وخلي بالكم من معنى الكلام علشان في حاجة عظيمة جدا لازم نعرفها. قلنا إن سبط ومدينة نفتالي دولت
معناهم في كلمة نفتالي كلمة مصارعاتي، مصارعتي يعني واحد بيصارع بنفسه، فاللي بيصارع بنفسه ده هيصارع مين؟ نحشون، كلمة معناها حية، يبقى طوبيا كان بيصارع مين؟ بيصارع الحية. بس لما جه يصارع الحية هنا قال لك العنوان بتاعه ايه؟ مدينة نفتالي التي في الجليل الأعلى فوق نحشون. يعني أي إنسان متمسك بربنا زي طوبيا، سواء الأب أو الابن، هيبقى فوق الحية، زي ما معلمنا بولس يقول إله السلام سيسحق الشيطان تحت أقدامكم سريعا. فهو فوق نحشون يعني فوق الحية، يعني غالب الحية. وشفنا طوبيا الابن هزم الشيطان اللي عند سارة بنت رعوئيل، ونجحت الزيجة واستمروا في قداسة وتقوى بالتفاصيل اللي احنا نعلمها جيدا. إذن طوبيا لتقواه ربنا خلاه فوق نحشون، زي ما في لوقا 10:11 يقول تدوس الحيات والعقارب وكل قوة العدو وقال لا يضركم شيء. كان في تاريخ السبي 722 قبل الميلاد، والسبي ده طبعا احنا عارفين مر بعدة مراحل، وبعد تاريخ سقوط السامرة وشعبها، وسبي أشور كانت عاصمته نينوى. ويمكن ده اللي يخلينا نفهم هو ليه يونان زعل لما ربنا قال له روح اذهب إلى مدينة نينوى، لأن مدينة نينوى كانت عاصمة أشور. طب وإيه المشكلة؟ أشور دولت عباد أوثان، طب إيه المشكلة؟ المشكلة إنه عايز يروح، مش عايز يروح لنينوى علشان خاطر نينوى اللي هي عاصمة أشور لو تابوا مين اللي هيهجم على بني إسرائيل؟ ده من وجهة نظر يونان النبي، مين اللي هيهجم على بني إسرائيل ويكون سبب تأديب لبني إسرائيل فيتوبوا ويرجعوا لربنا؟ يعني نقدر نسمي دي غيرة جوه قلب يونان النبي. فعشان كده طلع يجري على أسبانيا أو جنوب أسبانيا من البحر المتوسط ترشيش، لكن إحنا عمالين نقول ده هرب وده وحش وده حلم ومش عارف إيه. لا، هو هرب بسبب الغيرة من منطقة نينوى، عايز يروح ترشيش. بقول أول كلمة بداية حياته، بداية حياته وطوبيا البار، بداية حياته فيها عبارة رائعة جدا. هو طبعا كان من ضمن اللي جوليا في عهده، في عهد شلمنصر ملك أشور، وكلمة جوليا يعني تم إجلاؤه من بلده وأخده على إيه؟ على السبي. يعني كلمة جوليا يعني إجلاء، إجلاؤه من أرضه من وطنه. قد جوليا في عهد شلمنصر، ودي كلمة أشوري معناها شلمان رئيس، تترجم كده من القاموس بالضبط، ملك أشور، إلا إنه مع كونه في الجلاء لم يفارق سبيل الحق. شوفوا الكلمة دي، نعيدها تاني دي، إلا إنه مع كونه في الجلاء إلا إنه لم يفارق سبيل الحق. صحيح يا أحبائي، أحيانا كثيرة ترون الأصحاب الحق أموات، لكن في واقع الأمر الحق لا يموت حتى لو رأينا أصحابه أموات. الحق أحق بأن يتبع، فليه إنسان بيحيد عن طريق الحق؟ أحيانا أحيانا الحيدان عن طريق الحق بيبقى عبارة عن إيه؟ أنصاف الحقائق. وأنا دايما أقول أنصاف الحقائق ليست إنصاف للحقائق، ده تزويغ وتمويع للحق وكلام حق يراد به باطل فأحيانا كثيرة. لكن الرب يسوع اسمه الطريق والحق والحياة.
فلما يبقى عارفين أنهي هو طريق الحق فلماذا نحيد عنه؟ إن كان الله هو الله فاعبدوه، وإن كان الله هو بلعال أو أي طريق آخر اعبدوه، إنما المهم تعبدوا الله الواحد. اختاروا اليوم أنتم من تعبدون. بداية حياته، هقول كلمة تانية، بعض صفاته من أبرز وألمع صفات هذا القديس طوبيا الأب اللي هو مشهور بطوبيت، من أبرز ما متمسك به لم يفارق سبيل الحق. دي آخر آية 2، إنما هنبدأ في 3 بعد ما عرفنا أنه متمسك بالحق. حتى كان كل من يتيسر له يقسمه كل يوم على من جلي معه من إخوانه الذين من جنسه. أي حاجة تتوفر معاه يروح قاسمها مع أخواته. أنا عايز أسأل سؤال بيلح على الموضوع، هل فعلا في حد النهاردة عنده هذا الاستعداد؟ كل ما يبقى معاه حاجة حلوة يفرح بيها ويبارك بيها حد تاني، ولا كله بيقول يلا نفسي ويمسك ويثبت في اللي معاه وفي اللي وصل له وفي اللي قدر يتحصل عليه؟ لم تتعلموا المسيح هكذا ليكن فيكم فكر المسيح. فبيقول كل اللي راحوا معاه السبي زيه حاسس بيهم، ودي نقدر نسميها إحساسات الأتقياء، زي ما في إحساسات الأنبياء، زي ما في إحساسات التوبة، أسميها النهاردة إحساسات الأتقياء. نترجم كلمة تقي بأنه بيتقي ربنا لما يكون اللي معاه مش ليه، يعني بطريقة تانية لما يبقى كريم، لأن أبوك السماوي كريم في العطاء وجزيل في التوزيع، فالبخل عكس كل التقوى. يقول في آية 4، ومع أنه كان أحدث الجميع، يعني شاب سنه صغير، في سبط نفتالي لم يكن على شيء من شؤون الأحداث. مع أنه كان أحدث الجميع في سبط نفتالي، كان ممكن يفتخر بالسبط اللي هو منه، ما عملش كده. ومع انه اصغر الشبان، فاكرين دانيال النبي وهو شاب كده في بداية العشرينات كانوا يشاوروا عليه ويقولوا ايه؟ يقولوا الشاب ده فيه روح الآلهة القدوسين. تخيلوا كده، اما شاب عنده 20 سنة ويتقال عليه كده ويتشاور عليه في الشارع كده، أقول الناس دي عرفت السكة بدري بدري. اذكر خالقك في أيام شبابك، المحصلة الروحية اللي زرعناها في شبابنا هي اللي بتكمل معانا لما بنتقدم شوية في السن. لم يكن على شيء من شؤون الأحداث. ما قدامك الفرصة وقدامك الأعذار، بس إذا أنت لقيت لنفسك عذر في خطيتك، أقول بالسلامة كده هتلاقي الشيطان حاطط لك 1000 عذر جاهز كل يوم، ربما أعذار متلتلة وجديدة وحديثة ومبتكرة، لأن الشيطان قاعد متفرغ ليا وليكم. فعشان كده قاوموا إبليس فيهرب منكم. لم يكن على شيء من شؤون الأحداث. الناس دلوقتي ليه عندها خطايا متكررة؟ عشان كل واحد شايف خطايا غيره هي، فبيقول لك ما كل الناس بتكذب، كل الناس بتشتم، كل الناس بتحلف. فتلاقي كذب اشتم حلفان، الناس بتسمع حفظ ايه الخطايا اللي هتتقال، مع ان اصغر خطيه في دول اجرتها هي زي اكبر خطيه، انجاز التعبير في المقاسات. اجره الخطيه موت. هي الخطايا بس بتفرق في ايه؟ في نتائج تاثيرها.
يعني خطية القتل غير خطية تلميذ في ابتدائي سرق القلم بتاع زميله، دي نتيجتها بسيطة عن إن واحد يقتل بني آدم ويزهق روحه. فالخطايا نتائجها بس اللي بتختلف. أما إنه في عز شبابه لم يكن على شيء من شؤون الأحداث، فاكرين لما حكيت لكم عن واحدة بتعترف عندي راحت دير مريمينا والبابا كرولوس، فوهي هناك راحت تحضر تمجيد للبابا كرولوس ومريمينا، فربنا فتح عينيها وكشف عينيها إنها تشوف التلات شمامسة اللي واقفين يعزفوا بالدف والتريانتو والتمجيد، اتنين منهم مشتعلين بنار الروح القدس وواحد منهم بارد مش مشتعل بالروح القدس. ففي شبان في كل زمان وكل مكان مشتعلة، في ناس تانية غير مشتعلة. طوبيا كان من ضمن المشتعلين بروح ربنا، ليه؟ بيقول النص لم يكن على شيء من شؤون الأحداث. أحيانا كده نشوف شاب نقول ياه إيه ده، إزاي في عز شبابه بعيد عن خطايا بقية الشباب، لكن الشباب ممتلئين أعذار في هذا الزمان الفاسد، ممتلئين أعذار. ليه يا حبيبي الزنيت يقول ما هو أبونا مش هنقدر نتجوز الأسعار غالية، ليه يا حبيبي مش عارف إيه، مع إن طبعا الزواج ليس علاج للشهوة المنحرفة، ده الزواج سر مقدس طبعا الهدف منه استمرار الحياة على الأرض، إنما مش الهدف منه إن الشخص بيتحرك شهوة فيروح يتجوز، لا طبعا اللي فاهم غير كده يبقى فاهم غلط. لكن أنتم لم تتعلموا المسيح هكذا. ليه يا حبيبي سرقت؟ مرة واحد قال لي إيه؟ قال لي أنا سرقت 600,000 جنيه. قلت له ليه يا حبيبي؟ قال لي أصل بصراحة الفلوس دي ملهاش صاحب. قلت له يا سلام، ملهاش صاحب إزاي؟ أنت بتشتغل فين؟ قال لي بشتغل في شركة كذا. قلت له طب وأنت بتشتغل في الشركة دي ملهاش صاحب إزاي؟ قال لي ما هم مش دريانين بيها، الفلوس دي لو أنا ما خدتهاش غيري هاخدها، يبقى خدها أنا أولى ولا لأ؟ وكان عنده قناعة كاملة إن أنا هقول له خدها. قلت له لا طبعا الكلام ده حرام، وإن دي مش ملك ليك، أنت روح بلغ عن الحاجة اللي حصلة لكن تستحلها لنفسك. أرجع وأقول تاني، طوبيا ما كانش كده، كان حوالين منه الشبان بيعملوا تصرفات وعندهم أعذار وعندهم أفكار تريح وتدي حقنة ضمير، حقنة مسكن للضمير قد كده، إنما ما كانش بيعمل كده. عندنا شاب زي الورد طول بعرض اسمه يوسف الصديق، كيف أخطئ إلى الله وأفعل هذا الشر العظيم؟ قال كده لامرأة فوطيفار. والعجيبة إن لقيت مرة على النت ناس كاتبين دي صورة امرأة فوطيفار منحوتة نحت فرعوني. الله طب ما فين صورة يوسف؟ يعني ليه الحال اتشقلب؟ انت عايز تحط وتصدر انهي قدوة؟ وهكذا احبائي، لم يكن على شيء من شؤون الاحداث، ما بيعملش زي حد. لكن في شاعر بيقول جارهم ما دمت في جارهم وحيهم ما دمت في حيهم، يعني إن اعمل اللي بيعملوه الناس عشان تريح دماغك عشان تمشي الحال. أما أنتم فلم تتعلموا المسيح هكذا، ليكن فيكم فكر المسيح. لم يكن على شيء من شؤون الأحداث. ولما بيبقى الأب على مثال طوبيا كده، شوفوا زكريا الكاهن، بغض النظر عن كونه كاهن ولا لا،
هو كان كاهن على راسي من فوق وما صدقش الملاك وتعاقب العدر عيلة صغيرة وإيه صدقت الملاك وما تعاقبتش وما خرصتش وما حصلهاش أي حاجة، أخذت كل نعمة وكل بركة. منذ الآن جميع الأجيال تطوبني، قالت بروح النبوة كده. وبنقول عنها في بكلام الشاعر: نلت الكمال فمن يحد علاك، يكبو جواد الفكر دون مداك، يا من سموت على النساء بأسرها، لم تشهد الدنيا شبيهة تقاقي، الأنبياء تنبأوا بك واشتهوا أن يبصروا يوم انبلاج سناك. نلت الكمال فمن يحد علاك. أهدي وهي صغيرة في بداية سن الشباب. أكمل الكلام: لم يكن على شيء من شؤون الأحداث، لم يكن على شيء من شؤون الأحداث. زكريا الكاهن كان كبير في السن وفي نفس الوقت ما صدقش الملاك بسهولة قوي، يعني ببساطة كده اللي قدامي إيه هو ده اللي هقوله، هو ده اللي هعمله خلاص. دي طريقة الناس اللي مش مصدقة إن لسه ربنا لا يترك نفسه بلا شاهد، مع إنه كان أب كاهن لكن كان متساب لينا في الكتاب بالشكل ده. من ضمن أعظم صفات زكريا الكاهن هو وإليصابات كان كلاهما برين أمام الله، فاللي اتولد منهم كثيرون يفرحون بولادته. فهمتوا قصدي إيه؟ لما طوبيا الأب الكبير متقي ربنا في سن شبابه، ده عشان في سن الشباب يبقى متقي ربنا ده لازم يبذل مجهود غير عادي، صدقوني لازم يبذل مجهود غير عادي. إنما ما أسهل الخطية، الخطية يقول عنها سفر الأمثال سليمان الحكيم: الخطية طرحت كثيرين جرحى وكل قتلاها أقوياء. وأنا بقول لكم دايما الخطية هي موت في الحياة، الخطية هي موت في الحياة. لما إنسان بيموت بناخد جثته ونوديها مكان إيه؟ الأموات مش الأحياء، وبعدين ننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي. إنما بنعمل كده ليه؟ عشان ما بنحبوش أبدا، لكن عشان الميت لا يصلح في وسط الأحياء. خذوا الثعالب الصغيرة مفسدة للكروم ادفنوها، دعوا الموتى في خطاياهم يدفنون خطيتهم. أنا بتكلم بعنوان أسرار طوبيا البار، قلت بداية حياته وقلت بعض صفاته، وهقول آخر كلمة: سر قوته، سر قوته. من أعظم صفاته قبل ما انقل إنه لم يفارق سبيل الحق، وكان بيقسم ماله ويوزع بدون بخل، وفي أيام شبابه لم يكن على شيء من شؤون الأحداث لا سيما العبادة الوثنية، لم يكن في عبادة وثنية. هقول آخر كلمة: سر قوته. آية 5 بتقول: وكان إذا قصدوا كلهم عجول الذهب، ده بيقصد على الشباب، التي عملها يربعام ملك إسرائيل يتخلف وحده عن سائرهم. هقول لكم يا أحبائي بصراحة شديدة، تخيلوا نفسكم دلوقتي حالا أمام الديان العادل وكل اللي حاضرين خطاه، سامحوني لكن تخيلوا كده كل الخطاه اللي قاعدين دول وامام الديان العادل. راح الديان العادل شاور على واحد هناك كده في الاخر وقال لهم: طب ده بار زي طوبيا، ليه ما عملتوش زيه؟ انت حضرتك في خطاياك عمال تبص على الخطاه، حضرتك في زمن خطيتك عمالة تشوفي وتراقبي الخطاة وتحصي خطاياهم، لكن مين فينا
بيشوف الأبرار وقت برهم، مين فينا بيشوف الخطاة في لحظة توبتهم؟ مين فينا؟ مين فينا بيركز على توبة الناس؟ أكمل وأقول: كان إذا قصدوا كلهم عجول الذهب التي عملها يربعام، يربعام اسم عبري معناه يكسر الشعب. يا ترى بيكتر عدد الشعب قدام أنهي صنم؟ لأن دي كانت عبادة وثنية. ملك إسرائيل، عارفين إن إسرائيل كلمة معناها يحمد الرب، يتخلف وحده عن سائرهم. لو مفيش في الحياة الأبدية أو في المجيء التام غير قديس واحد بالعدد، ربنا يشاور لك على الواحد ويقول لك ما عملتش زيه ليه؟ ومليارات البشر خطاه وملحدين. ولما تسمعوا مني دايما بقول الأرقام بتاعت البشرية، أقول لكم في 1,700,000 نسمة كاثوليك مؤمنين هم مسيحيين، وفي حوالي 350 مليون مسيحي أرثوذكسي، والباقيين بروتستانت، أما ومليار و700 أو 800 إخواتنا. إنما بيتبقى إن أكتر من نص تعداد البشر ملحدين. شوفوا الرقم عامل إزاي بالمليار. صدق المسيح لما قال قليلون هم الذين يخلصون. سر قوته انه كان بيقدم السجود في المكان الصح، فيمضي الى اورشليم الى هيكل الرب، وهناك كان يسجد للرب اله اسرائيل. شوفوا بقى سر القوه، انك تسجد. سر القوه تحط راسك في الارض شويه، بنقولها بالبلدي نحط واطي، يعني نتواضع، نتواضع شوي. أمال هو إيه لازمة السجود؟ السجود بيخلي الإنسان يحس إن هو يطلع إيه؟ أمام قدوس القديسين، أمام ملك الملوك، أمام رب الأرباب، الذي تكسو الاسم كل ركبة مما في السماء وما على الأرض وما تحت الأرض. السجود فايدته كده، تلاقوا أغلب القديسين حياتهم أغلبها سجود ومطنيات. شوفوا القديس يوحنا التبايسي بيقول ايه عن السجود. يقول: سجود النفس هو الندم على الخطأ، والسجود بالروح هو فكر حزين يتضرع من قلب يصرخ. ولما اتكلم مع السامرية اتكلم عن هيجي وقت يبقى فيه السجود بالروح والايه والحق. قال لها بالروح والحق يسجدون، مش مهم الموضع ده ولا موضع غيره، انما هيبقى السجود في اورشليم ولا ايه. كانت بتساله كده، قال لها هيجي وقت هيبقى السجود لله بالروح وبالحق. وهرجع تاني اقول لكم كلمه عن الحق من الادب الفرعوني، بيقولوا الحق ثقيل، ولذا فالذي يرضى بحمله قليلون، والباطل خفيف، ولذا يسارع الكثير إلى حمله. آدي ناس كانت بتعبد أصنامه الفراعنة، وده في الأدب الفرعوني بيقول لك الحق إيه والباطل إيه. أرجع وأقول إن من ضمن الحق والباطل الكلام في سبي أشور عن الديانة الوثنية. كتير من الشبان الإسرائيليين وقت السبي راحوا يقدموا ويبخروا للأصنام، وده كان معناه إن بيقبلوا عبادة خاطئة بيمشوا بها حالهم مع اللي حواليهم. وأنا أقول لكم ما تقبلوش أي عقيدة خاطئة تحت أي حال من الأحوال، لأن أجرة الخطية واضحة وصريحة هي موت. لا يمكن أن تكون أجرة الخطية غير موت. اسرحوا معايا في الحكاية دي شوية أحبائي. في مرة من المرات كان في 2 نصابين محتلين. الاتنين دولت عرفوا أن ملك البلاد
بيحب قوي الهدوم، بيحب اللبس الكتير. فقال لك طب ده عندنا فرصة حلوة قوي نوصل لغاية قصر الملك. فالأولاني قال للتاني طب نروح نقول للملك إيه؟ نروح نقول له إن مولانا الملك إحنا نعرف نعمل قماش، القماش ده رائع ومعجزة. إيه يا عم القماش ده ماله؟ يقول لك القماش ده أول ما حد يلبسه أنت يا مولاي تقدر تعرف إذا كان اللي لابس القماشة دي إنسان غبي أو لا يستحق منصبه. إيه رأيك يا مولانا في القماش الجميل ده؟ قال لهم آه صحيح، إيه ده؟ ده أنا لو جاي أوظف حد عندي في القصر لازم إيه؟ أعرف إذا كان غبي ما وظفوش، إذا كان إيه؟ إذا كان ما يستحقش وظيفة هعرف من القماش، فيبقى ده حاجة إيه؟ عظيمة جدا. قال لهم طب خلاص اعملوا لي إيه؟ توب قماش كده من القماش بتاعكم العظيم ده. قالوا له حاضر يا مولاي. وأنا هشقر عليكم بين حين وآخر وأجي أتفرج كده وأشوف إيه؟ بتشتغلوا ازاي وعندكم همة ولا لا، بس خلي بالكم انا عندي ايه حفلة قريب فعايز البس فيها القماش الجديد ده. قالوا له قوي قوي مولانا، وهدفع لكم ايه الفلوس الكتيرة اللي تستحقوها. قال لك ماشي. فدخلوا الأوضة بتاعتهم، بعد شوية رئيس الوزراء قال لك أنا هروح أشوفهم شغالين ولا لأ عشان ميعاد الحفلة. فدخل كده لقاهم قاعدين قدام نول خشب، النول ده ما فيهوش اي حاجه، ولا خيط ولا قماش ولا حتى قماش مشغول يعني معمول جاهز. فقال لهم ايه ده؟ ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ فين القماش بتاع الملك؟ قالوا له لا خلي بالك القماش محدش يقدر يشوفه ويعرفه الا إذا كان غبي ما يشوفش القماش، إذا كان ما يستحقش الوظيفة اللي هو فيها ما يشوفش القماش. يا سلام، طب خلاص ما تقولوش للملك وأنا إيه هروح أقول له. تمام يا مولانا الملك، دول رحت لقيتهم شغالين على النول وبينسجوا القماش العظيم ده. وأول واحد إيه خاف لحسن يتقال عليه إنه غبي، خاف يتقال عليه إنه ما يستحقش الوظيفة اللي هو فيها. بعد شوية بعت واحد تاني فقال له روح شوف الاتنين دول شغالين ولا لا عشان ميعاد الحفل. فراح كده وبعدين فكر في نفسه قال الله انا مش شايف قماش خالص، فين القماش ده؟ وبعدين قال في نفسه لو انا قلت لهم دم انتوا نصابين محتالين مفيش قماش هطلع انا غبي مش شايف القماش، هطلع انا ايه؟ هطلع انا انسان ما استحقش منصبي، فانا اقول ان كل حاجة تمام. فرجعوا للملك قالوا له يا مولانا الملك كل شيء تحت السيطرة، كل شيء جميل وعظيم وزي الفل. قال لهم طب خلاص بقى الحفلة ميعادها جه وأنا عايز ألبس القماش الجديد، هاتوا لي الاتنين دول. فراحوا الاتنين دول قدام الملك وبعدين قال لهم إيه يا جماعة؟ فين القماش؟ قالوا له مولانا خلي بالك انت هتلبس القماش ده كأنك مش لابس حاجة. يا سلام، وبعدين فكر في نفسه قال الله لو انا قلت لهم انا مش شايف قماش هطلع غبي وهطلع ايه ما استحقش المنصب بتاعي كملك، وده عار ما اقدرش استحمله. فقال لهم تمام، ايه القماش الجميل ده؟ ايه القماش العظيم ده؟ دي حاجة هايلة جدا، هاتوا القماش. قال له بس نمشي القماش ده مولانا في كل المدينة وفي كل الشوارع. فماشيين من بالقماش اللي هو وهمي في كل الشوارع، والناس عمالة تبص من البلكونات ومن الشبابيك، وكل واحد يقول لنفسه لو أنا قلت إن أنا مش شايف القماش هطلع غبي وهطلع مستحقش المنصب اللي أنا فيه. فكل الناس عامت على العوم وكله قاعد يهتف ويقول ده عظيم جدا، ده قماش ما حصلش، ده اختراع. والملك بسلامته راح خلع هدومه وقال لهم يلا لبسوني القماش اللي هو مش شايفه. فبدأوا يعملوا نفسهم إن هم هيلفوه بطوب قماش، وقعدوا يلفوا حوالينه كده كأنهم إيه بيلبسوه، وبسلامته عريان وماشي في البلد عريان ما هو مش دريان،
معنى القصة كلها إيه؟ أوعى نقبل الزيف، أوعى نقبل الكذب. ناس جايين يوهموك بعقيدة لطيفة ما تصدقهاش. كان زمان بيحصل إن بعض رهبان ينزلوا يلاقوا ناس بيقولوا مفيش الروح القدس، فبعضهم كان يتلخبط في العقيدة ويضعف وينكر، فتحط قانون الإيمان وتحط نعم نؤمن بالروح القدس وهكذا. نفس الكلام لو تخيلتم ملك ماشي في مدينة، بيروحوا عاملين له ايه؟ بروباجندا فظيعة بقى، يروحوا منورين كل البيوت كل الحيطان بس من بره، وممكن يبقى ماشي الملك شايف انوار شديدة وجوه البيوت ايه؟ خربانة مفيهاش نور، مفيهاش نور. انما المنارة عكس ده كله، المنارة النور من جواها فتضيء لكل من في البيت. في زمن توبيا كان الشبان ممكن يسهلوا على روحهم انهم يقبلوا عقيدة الوثنيين، ويقول لك لا اصل ما بنعتقدش فيها، بس ايه بنمشي الحال، جارهم ما دمت جارهم وحيهم ما دمت في حيهم، اما انتم فلم تتعلموا المسيح كذا. ربنا يديني ويديكم كل نعمة وبركة، له المجد من الآن وإلى الأبد، آمين.